يحتفل العالم في 7 أبريل من كل عام باليوم العالمي للصحة، إحياء للذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية. وقد وقع الاختيار هذا العام على موضوع الاكتئاب ليكون شعارا لهذا اليوم، لما له تأثير على الناس بجميع أعمارهم وعلى قدرتهم على القيام بأبسط المهام. والحديث حول الموضوع نرحب معنا بالأستاذ أحمد الملا، أخصائي نفسي. صبحك الله بالخير أستاذ أحمد. صباح النور، يا هلا والله. يا هلا مرحبا أستاذ. طبعا احنا راح نتكلم بخصوص اليوم العالمي للصحة وكل تبعاته، وأكيد ليش تم تسمية الشعار يعني بمرض الاكتئاب، لكن معنا هالتقرير البسيط راح أشوفه أنا معك مع المشاهدين. عودة لكم مشاهدينا وعودة مع الأستاذ أحمد الملا. أستاذ، نتكلم بخصوص موضوع اليوم العالمي للصحة، وليش تم اختيار مرض الاكتئاب أنه يكون شعار هذا اليوم برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. ما أدري أنا ليش اختاروا الاكتئاب كشعار، ما أدري فعلا ليش، لكن أتوقع أنهم كل سنة يختارون مرض معين. الاكتئاب يمكن لأن الحين منتشر بدرجة كبيرة في المجتمعات العالمية بشكل عام، وهو مرض خفي، يعني الواحد ما يحس فيه، ما يفرق الشخص بين ضيقة الخلق وبين الاكتئاب، بين مشاعر الحزن المؤقتة وبين مرض الاكتئاب كمرض حقيقي جد. فالناس يعتقد انه خلاص ضايق خلقي، اطلع اغير جو وانتهى الموضوع. بس ضيقة الخلق هذه قاعد تستمر، ما يدري يعني لمتى انا راح اظل كذي ضايق خلقي، وهو ما يدري في الواقع انه عايش مرض الاكتئاب. شلون افرق؟ يعني شلون الشخص يفرق بين انه هو مجرد حزين، او يعني احنا نقولها يعني قاعد يمر بيوم سيء، وانه هو يمكن قاعد يشفي حاله اكتئاب؟ في معايير تشخيصيه يعني واضحه تصير. استمرار الحزن، المزاج، هو يسمونه من اضطرابات المزاج على فكره الاكتئاب، من الاضطرابات المتعلقه في تغير المزاج. المزاج يكون دائما داون، دائما تحت، دائما حزين، كئيب، ما له خلق يطلع، ما له خلق يشتغل، ما في اهتمام في المظهر الخارجي، ولو كان في اهتمام في المظهر الخارجي خاصه بما يتعلق في النساء، علشان بس نظره المجتمع، يعني يلا قاعد ابذل مجهود علشان بس ان انا عشان اقدر اطلع اروح واي. من ضمنها الافكار اللي هي ما في اهداف ممتعه في الحياه. ما في يعني شنو هدفك؟ ايش رايك في الدنيا؟ الدنيا ما منها فايده، الدنيا كئيبه، الدنيا ضيقه خلق. لو اقول حق واحد في اكتئاب انت زين، يظن يعتقد المديح الاطراء اللي ينقال له، يعتقد ان هذا من اجل رفع المعنويات، بينما هذا الاطراء حقيقي مو من اجل رفع المعنويات، خاصه من المتخصصين يعني تحديدا. لما يجيني احد مثلا بالعياده يقول لي انت قاعد تقول لي ان انا زين عشان ترفع معنوياتي، لا ما راح اقول لك انت زين عشان انت زين، زين ما راح اجاملك على حساب صحتك. حتى لو هو ما قاعد يحس انه هو زين، يمكن الناس هو ما يحس انه هو زين، لكن الناس تشوفه زين ممكن يكون. بس هو مريض الاكتئاب نظرته دائما سوداويه على الامور، الحياه مو زينه، الحياه سيئه، شوف فلان، شوف فلانه، شوف. عند التعميم بشكل مستمر. مثلا عندي 50 صديق، واحد من هالخمسين صديق هذولي ما يعني ما يحبني او ما يهضمني، او فتلاقيني يقول لك كل اصدقائي ما يحبوني. ليش؟ شنو الدليل ان كل اصدقائك ما يحبونك؟ والله فلان ما يحبني. زين هذا الشخص فلان، عندك 49 غيره يحبونك، بس هو تركيزه على هذا الشخص، يكون تركيزه دائما على السلبي، تركيزه على شيء سلبي. بالاضافه الى طبعا بغض النظر عن الجانب الوراثي، طبعا هو في جانب وراثي 100% يعني في المتعلق في الدماغ، انه هو جانب وراثي، قصدك ورث من الام جيني. من الجينات، اي من الجينات، وزائد انه في بالخلل في الهرمونات تصير في الدوبامين والسيروتونين داخل المخ، وهذا واحد من الاسباب الرئيسيه حق الاكتئاب، عشان كذي يروحون للطبيب النفسي ياخذون دواء حق الموضوع هذا. نعم. في الحالات الحاده الشديده يبدا يفكر اول شيء في الموت، انه خلنا نخلص من الحياه هذه وافتك منها، متى اموت وافتك. في الحالات الشديده 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 انه ممكن يروح الى الانتحار. لكن هل كل مرض، كل شخص يعاني من الاكتئاب يعني تجي له فكره الانتحار او الموت؟ الموت دائما، او في اي مرحله ممكن هني يوصل المريض انه يفكر ان انا في عندنا اكتئاب بسيط، في متوسط، في شديد. فكره الموت يمكن تكون في كل درجات الاكتئاب، بس هني يوقفها الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي. فمثلا في بعض الديانات تقول لك حرام الانتحار، فيلغي الفكره من مخه، لكن فكره الموت تراوده، يا ريت اموت وافتك. ما يفكر ينتحر، لكن يا ريت اموت وافتك، يعني تكفي هذه. ليش تبي تموت؟ والله الحياه مثل ما قلت لك، الحياه ما تستاهل العيش، اروح عند الله احسن كذي يعني. في بعض مثلا الثقافات الاخرى تقول لك لا عادي انتحر وافتك وخلصنا. صح. لكن احنا بنتكلم عن اليوم على كل التكنولوجيا اللي موجوده، ودائما يسمون عصرنا عصر السرعه. هل هذا قاعد تكون احدى مسببات الاكتئاب؟
والله من وجهة نظري ما أدري، ما قريت عن الموضوع من جانب علمي، لكن أعتقد أن الجانب التكنولوجي يأثر. إيه ليش؟ لأن من أهم الأشياء اللي ننصح فيها مريض الاكتئاب هو مخالطة الآخرين والخروج مع الآخرين، لأن لما يكون قاعد مع نفسه مع عزلته هو بالحقيقة قاعد مع أفكاره السوداوية، قاعد مع أفكاره السلبية، قاعد بينه وبين نفسه كأنهم شخصين، واحد يغذي الثاني في الجانب السلبي، وهو شخص واحد لكن كأنه شخصين قاعدين يغذون بعض. فأفضل طريقة أنك أنت تتخلص من هذا الحوار الذاتي السلبي مع نفسك أنك تختلط مع الآخرين، أهلك في البيت، الديوانية، التكنولوجيا قاعد تساعد في عزلة الشخص عن الناس، وقاعد بروحه في غرفة أو في البيت، قاعد بروحه ومبطل التليفون أو مبطل الآيباد وقاعد يشتغل فيه بروحه، فمنعزل هو عن الآخر. إنزين، هل يعتبر يعني هل يعتبر من مخالطة الناس إنه هو موجود على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ممكن ممكن. ويتابع أخبار يعني أصدقاء أو أهله، تعتبر هذه مخالطة؟ والله شوفي، مريض الاكتئاب ما يتابع الأخبار الزينة، دائما يتابع الأخبار السلبية. هو كذي، مرضه كذي، شوف كاه صار حرب هني، شوف الدنيا ما منها فايدة، كاه هني صار غزو، كاه هني شوف صار فساد، كاه هني صار سرقات، كاه هني صار. فدائما مريض الاكتئاب يركز على هالشغلات. عشان كذي لما يقعد مع الناس، خاصة إذا كانوا ناس إيجابيين، أنا دائما أقول أصدقائنا، في عندنا وايد أنواع من الأصدقاء. إذا كنت أنت مستانس زيادة عن اللزوم، ومو زين تستانس زيادة، يعني زيادة عن اللزوم بشكل مرضي قصدي، اقعد مع شخص هادي متوازن من أصدقائك، أنت اختار. إذا كنت حزين زيادة عن اللزوم، اقعد مع شخص من أصدقائك كذلك مرح. فعندنا تنوع في العلاقات الاجتماعية. ممكن احنا ليش يقول لك الصديق وقت الضيق؟ صح. هذا الضيق، إذا أنا كنت تعبان بقعد بفضفض معاك، بغير جو، بقعد معاك تونسني وونسك ونضحك ونسولف عشان تطلعني من المود هذا. هذا السبب اللي خلينا نقول اختلط مع الآخرين. مهم إني أختار الشخص اللي أفضفض له إذا كان شخص يعاني من اكتئاب أو متضايق؟ والله الشخص اللي تفضفضين له شخص متخصص افضل من مثلا في البعض يلجا الى اصدقاء الى اهله. فضفضه غير اي، واتخاذ قرار غير. لما افضفض افضفض حق اي احد، ممكن اخذ ورقه وقلم وافضفض عادي، مو مشكله، اكتب المشاعر السلبيه اللي عندي، هذه مو مشكله سهله. لكن اذا انا من خلال فضفضتي بتخذ قرار، اي لازم يكون المكان والشخص المناسب حق اتخاذ مثل هاي القرار، ما يكون القرار مبني على علاقة عاطفية. مثلا ما يصير الولد يروح يفضفض حق أمه وأمه تأخذ له قرار عنه بشكل عاطفي، طلقها، خلها كذا، لا لا لا. أستاذ أحمد، إذا الشخص، بعض الأشخاص يلجؤون للفضفضة للغرباء، مثلا يلجأ إلى شخص غريب يقعد معه ويفضفض، يقول بالنهاية هذا شخص ما يعرفني ولا أعرفه، بفضفض له وأنا بروح. هذا الشخص من يكون متخصص، تمام؟ واحد. اثنين، في مو عندنا، يسوونها في الدول الأجنبية، يركبون تاكسي ويقول التكاسي، في أغلبهم يكونوا عارفين هالسيناريو اللي يصير في المجتمع الغربي خاصة أمريكا. فيركب التاكسي يقول له أنا بفضفض، يقول له خلاص في فهمته، خلاص أوكي أوكي يلا روح، ويتمشى فيه ويخليه يطلع اللي عنده كله. في الغالب يكونون كاتبينها بورقة المشاعر هذه، يخليه يطلع التفريغ المشاعر السلبية اللي عنده كلها، وبعدين يعطيه الفلوس مالت المشوار هذا وينزل من السيارة. فعلا هاي تصير، ممكن وممكن يكون لها فايدة فعلا. الفايدة ان انا طلعت، بس المهم اني انا فرغت مشاعري. لو بنتكلم الحين، اذا في اشخاص في حياتنا سواء كان صديق او شخص من العائلة يعاني من الاكتئاب، هل في بعض المؤشرات اللي تدل ان الشخص فعلا اللي قدامي يعاني من مرض الاكتئاب؟ عدم الاهتمام في المظهر الخارجي للذكور تحديدا. النساء يعني عدم الاهتمام كذلك، بس مثل ما قلت في البداية قبل شوي، إن تضطر عشان نظرة المجتمع. عدم الاهتمام في المظهر الخارجي، عدم الاهتمام في النظافة، ما في استمتاع أو شهوة للأكل. الأكل تلقينا يأكل أي شيء الموجود يأكل، ما مو ممكن يكون العكس، أنا يمكن يكون شخص يأكل بزايد، دقيقة يأكل بشراهة مو مشكلة، بس ما يتشهوى بالكويت نقول اكل معين، يعني الله مشتهي هالاكله، مشتهي هالاكل، لا لا شنو موجود يلا اكل، ما عندي مشكله، سواء وايد شوي اكل مو مهم، بس اكل يسد بطنه بس. ما في استمتاع في الاشياء الروتينيه الممتعه في الويك اند، مثلا روحت شاليه، سفره كذا، لا نفس الشيء عادي كأنك ما سويت شيء. ما في همه، ما في نشاط، ما في طاقه للاداء الانشطه اليوميه، الشغل، الطلعة، الأكتيفيتي بشكل عام، ما في همة إنه يسويها. الأفكار مالت الموت والعزلة مثل ما قلنا، ممكن يكون يضعف شوية، يعني في ناس وايد يشكون إنه هو يتعاطى مخدرات، هو فعلا يصير الشكل كأنه واحد يتعاطى مخدرات لكن هو مو قاعد يتعاطى، هو من الحزن تلاقينه. لكن هل في مجال الاكتئاب معدي؟ شلون معدي؟ إيه نعم معدي.
شلون معدل؟ لما تقعدين مع شخص مكتئب تنتقل لك مشاعر الحزن هذه، فتلاقين الجو صار كئيب من القعده معاه لما يتكلم. تلاقين الجو صار كئيب، دائما مطفي الليتات، ما يبي يشب الليتات، ما يبي، كله سلبي سلبي سلبي، فتلاقين يعديك. حتى لو كان الهوس إيجابي؟ مريض الهوس اللي هو عكس الاكتئاب كذلك معدي، فتلاقين القعده معاه ما تمل، ودك انه بس يقعد ويتكلم، دمه خفيف، يضحك، يسولف، يطلع افكار غريبه. هذا عكس في اضطراب الوجداني ثنائي القطب يسمونه، اللي هو العكس الاكتئاب. نعم. استاذ احمد، يمكن احنا دائما نفترض او يعني نحط في بالنا ان من يعاني من مرض الاكتئاب اكيد شخص يعني كبير بالسن، مرت عليه ظروف كثيره. مو شرط، لا لا، في انواع وايد اكتئاب. في ممكن نشوف يعني اطفال يعانون من الاكتئاب؟ اي في مراهقين واطفال، اي في يعانون من الاكتئاب. بس هو مو متعلق في عمر معين. ما تحضرني نسب، لكن اي حق كل الاعمار. بس ليش يحوش طفل او مراهق يعني يمكن يدش في حاله الاكتئاب والمرض؟ والله الطفل تحت 12 13 سنه هذا دائما احنا اول ما يجونا اولياء الامور يتكلمون معنا عن الطفل. اذا بهالعمر هذا الصغير، ما نقعد مع الطفل مباشره، نقعد مع اولياء الامور، لان عارف انه في شيء غلط صاير بينهم هم الاثنين. يعني اذا الطفل دون ال 12 سنه تقصد؟ اي دون ال 12 13. اي على طول المسؤول عن الموضوع هذا اولياء الامور. الا اذا كان في جانب وراثي، انا ما اتكلم عن الجانب الوراثي او الجانب مثلا الحوادث، الدماغ، الضربه على الراس او شيء كذي حادث شديد يعني، لا. اتكلم انه والله الولد زين، فجاه صار دروب في الدراسه، فجاه صار مشاكل في مخالطه الاخرين، في شيء غلط صاير هو مو عارف يعبر عنه، فتحول الى شيء داخل خلاه مكتئب منعزل عن الاخرين. وتكون يعني لو نتكلم عن اساليب العلاج او الحلول لهالحالات نفسها يعني اللي تقدر تعالج فيه او الحل للشخص البالغ نفسه نقدر نعطيها للطفل الصغير؟ لا، الاطفال لهم طريقه مختلفه متخصصين فيها اكثر من الاطفال. انا اتجنب دائما الشغل مع الاطفال لان انا سريع شويه ويعني شديد شويه، فالطفل ممكن يكش مني. انا خوفا على الاطفال مني انا ما اشتغل معاهم. لهم طريقه خاصه لكن ما اشتغلها انا. الكبار لا، الكبار اللي هو العلاج السلوكي المعرفي هو العمود الفقري لعلاج الاكتئاب، تحديدا اكثر للجانب المعرفي اللي هو شنو يعني، ما نبي نتكلم علم شيء، لا. الجانب المعرفي السلوكي هو الجانب المعرفي بروحه، يعني الافكار عباره عن محتوى التفكير. الجانب السلوكي اللي هو الجانب العملي ببساطه كذي، الجانب العملي الظاهر اللي مو مخفي، المخفي اللي هو الافكار. اللي يصير عند الانسان انه يشوف مواقف خارجيه، خاصه مريض الاكتئاب يشوف مواقف خارجيه، يترجم هذه المواقف بشكل خاطئ. ممكن لها مليون ترجمه المواقف هذه، بس هو يترجمها ويفسرها بشكل خاطئ. التفسير الخاطئ هذا يؤدي الى مشاعر سلبيه، المشاعر السلبيه تخليه مكتئب. فبالعلاج نسوي العكس، نعلمه شلون في اكثر من تفسير للموقف، اكثر من تفسير للحدث، اكثر من تفسير واحد للسلوك اللي صار قدامك. حتى لو الشخص اللي قدامك غلط عليك او تعمد انه يضايقك مثلا، هل يتعمد انه يضايقك، في تفسير له انه ليش سوى هذا السلوك اللي هو سواه علشان يضايقك. هذا التفسير مو بيوم وليلة يصير، لا، لازم مع الممارسة. مثل ما مارسه مريض الاكتئاب فترة طويلة وصار أصل في شخصيته، لازم يمارس التفكير الإيجابي بتفسيرات متعددة علشان يتأصل في شخصيته. يحتاج هذا على الأقل 90 يوم. ذكرت أستاذ أحمد أنه ممكن المرض الاكتئاب يكون معدي، يعني ممكن أنا أكون قاعدة مع شخص مكتئب ينقلك. إيه؟ بالنسبة حق يعني كاختصاصيين، هل ممكن المريض ينقل لك الاكتئاب؟ لا ما ينقل كلش. بس بالنهايه راح تتاثر او على الاقل، ولا تتاثر في الطاقه اللي موجوده؟ لا 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 كلش، لان يعني بالنسبه لي هو انسان قاعد يعاني، ما لجا حق شخص متخصص الا هو لاقي مصدر القوه من هذا الشخص، فلازم ان انا اكون انا مصدر القوه. نعم تمام. لو نتكلم ونوضح للمشاهدين اكثر يعني عواقب المرض الاكتئاب وش كثر ممكن ياثر على الصحه؟ يأثر على الصحة بشكل مباشر ممكن، مو بس على الصحة النفسية؟ لا، يأثر على الصحة البدنية طبعا، يأثر على القلب، السكر، الضغط، أمراض القلب والسكر والضغط والشغلات هذه كلها يعني سببها الاكتئاب، يعني الاكتئاب واحد من أسبابها. الكانسر، السرطان، الأمراض هذه الخطيرة. ممكن الجلدية أن الاكتئاب يسبب السرطان؟ إيه طبعا الجلدية، إيه طبعا طبعا. الجلدية، القرحة في المعدة، الأمراض الأشياء هذه كلها طبعا 100% يعني. وإذا ودنا نتكلم عن الحلول اللي غير ما ندش في الأدوية، لو يلاحظون السادة المشاهدين، بعد لما يكون شخص مثلا توفت زوجته أو واحدة توفى زوجها، تلاحظين تدهور في حالتها الصحية، في حالة زوج الشخص اللي متوفي تلاقين تدهور في حالته الصحية.
ليش؟ سببه يكون من أحد أسباب الرئيسية الاكتئاب. الصحة الجسدية والصحة النفسية من أحد أسباب الرئيسية الاكتئاب، لأن وفاة شخص قريب وعزيز يسبب اكتئاب. هل في ممكن بعض الأساليب اللي الشخص يتبعها إذا انتبه أنه هو مثل ما تفضلت، يمكن هو يكون شخص إيجابي، شخص مقبل على الحياة، لكن عدم التجاوب مع أفكاره الشخصية، عدم التجاوب مع مشاعره الشخصية. شلون؟ يعني مشاعري تقول لي خلني أروح أنعزل، ما أروح أنعزل. مشاعري تقول لي، أفكاري تقول لي خلهم، مو لازم تروح لهم، خلي يولون، لا أروح لهم. أعكس شنو تقول لي أفكاري، لأن أفكاري عبارة عن أفكار مرضية، الأوامر اللي عندي أوامر مرضية، فلازم ما أسمع لها. بس بعض المرات إحنا كبشر بزحمة الحياة والمشاغل نحب، يعني في البعض طول الأسبوع تلقاه مشغول، يفضل دائما مثلا بالويكند يكون منعزل قاعد في البيت وما أوكي يطلع. هذا اكتئاب الويكند أنا أسميه، بالويكند وايد يهم بالويكند اكتئاب، إيه لأن الروتين تغير. الويكند هو في الواقع مو للنوم، الويكند مو علشان أنا يعني ما سوي شيء، لا، الويكند هو عبارة عن كسرة الروتين اليومي العملي. مثلا أنا متعود من الأحد إلى الخميس أن أنا أداوم من الصبح للساعة 2-3 الظهر، وبعدين أروح، يعني هذا الروتين مالي من الأحد للخميس. يوم اللي معه السبت لا، أقوم الصبح نفس الموعد أو بعده بساعة ساعتين مو مشكلة، أقوم الصبح أروح البحر، أسبح، أنزل بحر، بالشتاء مثلا نروح المخيم، فالروتين تغير هني، لكن النومة والقعدة ما تغيرت. اهم شيء ان انا ما انعزل، مو قاعد بروحي في البيت بالويكند. في البعض صح، يمكن انت الحين غيرت نظرتنا شويه للويكند، البعض يفضل دائما انه يكون بالويكند قاعد ومرتاح. او انه يكون قاعد مو قاعد يسوي اي نشاط. لا تسوي نشاط، بالعكس، نفس النشاط اللي قاعد تمارسه يوميا لكن مو شغل، شيء ثاني. بالختام استاذ احمد، اذا حاب تنصح مشاهدينا، دائما نلجأ للشخص المتخصص. ما يصير مثل ما تفضلتي حضرتك قبل شوي ان نلجأ حق أخوي أو أبوي أو أمي عشان يساعدني في اتخاذ القرار، لأن مساعدته لي نابعة من قرار عاطفي، مو نابعة من قرار عقلاني موضوعي محايد. نعم. أتوقع يعني نصيحتك أستاذ أحمد في محلها، وفعلا يمكن الكل يعتقد أنه هو قاعد يحس الحين بضيقة مؤقتة، أو أنه هو يعني إحنا نقولها having bad day، لكن الشخص لازم ينتبه أكيد. وعطيتنا يعني كونسبت أو مبدأ جميل أن إحنا نستثمر الويكند بطريقة مختلفة. يمكن كل شكر لك أستاذ أحمد الملا على تواجدك معنا، أخصائي نفسي. كان اليوم موضوعنا عن اليوم العالمي للصحة، وبالأخص شعارهم كان شعار الاكتئاب. ربي إن شاء الله يبعد عنا وكل مشاهدينا من الاكتئاب يا ربي. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع.